قلب ليلي الله ليلي لنهاري. ومشاهدينا بنصب عليكم من جديد، وصلنا للفقرة الثانية من مشوارنا صباحي يوم جديد، واليوم رح نتعرف أكثر على تل أبو صوان اللي موجود بجراش. هذا اللي اكتشف حديثا وتم التنقيب عنه، واللي فيه أثرات زي ما حكينا الصبح هي بتعود للعصر الحجري الحديث. تفاصيل هذا الموقع، تفاصيل عملية التنقيب رح تكون أكيد من خلال الدكتورة ميسون النهار، وهي عميد كلية الأثار والسياحة في الجامعة الأردنية. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. وطبعا يعني إحنا يمكن حكينا أنا وسمر الصبح دردشنا بالموضوع، حكينا قديش موضوع الآثار شيء مغري للشخص، وقديش عملية الربط زي ما حكينا مبارح بين التراب والآثار وبين الإنسان اللي عاش بهذاك العصر. احكي لنا شوي عن الموضوع، يعني كيف بتحب تبلشي فيه؟ أول إشي بحب أشكركم على هاي الاستضافة، بالنسبة يعني عشان توضيح أو الحكي عن موقع الأثري أو المواقع الأثرية بالأردن. من المهم أنه إحنا نسلط الأضواء عليها، لأنها بصراحة هي الأساس لنا، هي جذورنا، يعني هي جذور أهل هذه البلد. فمن المهم أنه إحنا نحافظ عليها ونظهرها كمان، وأهل يعني الأردنيين يعرفوا شو أهمية المواقع الأثرية الموجودة عندهم، شو متوفر عندنا من مواقع أثرية مختلفة. صحيح. وطبعا إحنا يعني أنا عميدة كلية الآثار والسياحة بالجامعة الأردنية، إحنا عندنا يعني إحنا عندنا مادة تدريب ميداني لطلبة البكالوريوس والماجستير. هاي المادة أصلا موجودة بقسم الآثار من الستينات، يعني مش جديدة، يعني كل الرعيل القديم بالآثار اشتغل في المواقع المختلفة من خلال الجامعة الأردنية. فعندنا كتير مواقع اكتشفت ونشغل عليها خلال الفترات الماضية. فإحنا هذا الموقع، موقع تل أبو صوان، تم اكتشافه في الأول مرة في عام 2005، وتم العمل فيه. هو طبعا قبل هيك كان موجود ضمن المسوحات الأثرية موجودة، لكن حفرية أقمنا حفريات أثرية فيه بداية في 2005، لكن ما انكشف تماما أو ما انكشف جزء كبير منه إلا بعام 2014 اللي إحنا قدرنا نحكي عنها حاليا. المخرج عم بيحكي لي الصور اللي حضرت لنا إياهم على الشاشة، ونشرح شوي عنهم. هاي الخريطة طبعا. طبعا هاي الخارطة بتمثل مجموعة أو أهم المواقع الأثرية اللي بتعود لفترة العصر الحجري الحديث بالأردن. فاللي بتعود للعصر، فعندنا حوالي 7 مواقع. بتمثل الخريطة أيضا، بتبين فيها مكان موقع تل أبو صوان اللي هو في جراش في شمال الأردن. تاريخ الموقع يعود لحوالي 8500 قبل الميلاد، وتم سكن الموقع بشكل متواصل لمدة 4000 سنة متواصلة. فهي مثلا هاي الصورة اللي هي بتمثل عنا المناطق اللي احنا اشتغلنا فيها خلال سنوات العمل من 2005 ل 2008، وبعدين ب 2014. بنحكي عن موقع يعني قديم جدا، يعني وقلنا انه هي الاردن طبعا مهد الحضارات، فهو اقدم حتى من الفراعنه. عم نحكي عن عصر جدا قديم، يعني يمكن لكل الاشخاص القديمين بيحضرونا، يعني عم تحكي عن 8500 سنه قبل الميلاد. طبعا طبعا احنا طبعا هاي الفتره انا بحب احكي عنها بشكل عام بالاول. هاي الفتره اللي هي بتمثل نشاه القرى الزراعيه، نشأة يعني أول مرة لما الإنسان بدأ يعمل قرى زراعية بدأت في هاي الفترة. وفي هاي الفترة كمان بدأت الزراعة المنظمة، بدأت العمارة بشكل منظم ومدروس في هذه الفترة أيضا. طبعا هي الفترة هاي أو المرحلة هاي تنقسم إلى جزئين، جزء ما قبل تصنيع الفخار وجزء بعد اللي هي صناعة الفخار. فإحنا الفخار اللي حاليا بنشوفه بدايته كانت في هذه الفترة أو في نهايات هذه الفترة. أهمية هاي الفترة بتتركز في إنها المفتاح الأساسي لتكوين الدولة فيما بعد. يعني بدأ الإنسان بالقرى الزراعية، تطورت فيما بعد إلى دويلات، ثم بعد ذلك إلى ممالك، ثم إلى دول.
فالأساس هو يبدأ من هذه الفترة اللي هي إحنا بنعتبرها اللي هي المرحلة اللي هي الأساسية أو المهد الحضارة. طبعا في قبلها فترات زمنية، إحنا الناس كتير ما بتعرف إنه بالأردن في عنا مواقع عمرها مليون سنة، يعني مش يعني 10,000 سنة، هذا لسه كمان يعتبر متقدم. لسه بكير يعني. لسه في أقدم بس منها. إحنا بالأردن موجود عندنا من مليون سنة تقريبا، يعني إحنا ممتاز بالأردن بالكنوز اللي موجودة عندنا، وهاي الأثرات يعني هذا تاريخ، ويمكن زي ما حكينا مبارح يمكن لازم إنه يدرس كل هذه المواقع وتاريخ هذه المواقع. يعني دكتورة، يمكن لما حكينا مبارح قلنا عن الزراعة والعمارة، قلت لي كان عندهم يعني شيء بيشبه أيامنا هلأ، عمارة زي أيامنا هلأ بالنسبة للمعمار وللجدران وللتفاصيل هاي. صحيح، هي العمارة اللي موجودة فيها عمارة متميزة جدا للموقع. الموقع فيه مثلا نفسه موقع تل أبو الصوان يعتبر بنسميه إحنا ميجا سايت، واحد من المواقع العظمى لفترة العصر الحجري الحديث، وهم معدودين يعني هذه المواقع. فهاي الفترة تميزت، يعني احنا بالنسبة للموقع نفسه تم عمارته مش مرة واحدة، تم العمارة فيه بشكل تدريجي، يعني تم تحديثه بشكل مختلف كل مرة. طبعا عثر فيه على أرضيات متميزة مصنوعة من البلاستر أو الجبس، مصقولة باللون، مصقولة ومدهونة باللون الأحمر. في عثر على يعني حتى الفاونديشن والأساس تبعها كتير متين. ففي الموقع كتير في أشياء مهمة، إضافة إلى أنه الشكل اللي حاليا موجود للموقع اللي هو الشكل اللي بنسميه إحنا جريل بيلدينجز، وهاي الجريل بيلدينجز اللي هي تشبه الجدران المتوازية. في صور لإلها موجودة، يمكن ماجد بعرفش إذا في كمان صور لهاي الجدران أو المباني الموجودة بتل صوان إذا بدنا نغلبك. في صورة أوضح بعديها كمان، يمكن هاي للموقع بشكل عام، هاي الصورة بتوضح أو لجزء من الموقع اللي إحنا حفرناه على الأقل. هو الموقع فعليا حوالي 80 دونم، بس إحنا اللي اشتغلنا فيهم هم فقط 7 دونم. وأنا بحب أشكر يعني في هذا المضمار اللي هو صاحب الأرض سعادة عيسى الريموني، لأنه سمح لنا نشتغل بالأرض بدون مقابل، وشجعنا كثير على العمل في الموقع. فاحنا بنشكره كثير على هذا. اكيد، واحنا كمان بدورنا بنشكره ونوجه له كل تحيه. هذا الموقع فهاي موجود فيه مثلا، مبين عندنا يعني سلالم، درج موجود، في عندنا ساحات موجوده داخل المبنى. طبعا زي ما حكيت العماره نفسها اللي بنسميها احنا جريل بيلدينج ما مش موجود فيها ببلاد الشام ابدا لحد الان، ما لم يعثر الا على شيء مشابه لها الا في مناطق الاناضول في جنوب في تركيا. نعم، يعني بالاناضول، وهذا اول موقع بتعثروا عليه في في بلاد الشام بهذا الشكل. نعم. شو بميز كان هذاك العصر اذا بدنا نحكي دكتوره، غير انه طبعا هو الاسس للزراعه واسس للحضاره؟ في صور اخرى غير هاي الصور اذا بتحب تعرضيها؟ هو الموجود يعني في عدد، هاي بتمثل عندنا الارضيات والجدران اللي فوق هاي الارضيات اللي موجوده في الموقع. طبعا هي الارضيه شايفه لونها اصلا احمر، احنا حاليا لما بنلاقيها بنشوفها بالطبيعه بنشوفها لونها ابيض، بسبب طبعا لانها للاسف الموقع مرات بزرعوه فبتنزل مياه على الموقع نفسه، فبتغير او الكلس بيغطر على اللون على الارضيه أو على اللون الارضيه، فهي لونها اللي هي احنا لما نظفنا الارضيه هذا اللي طلع معنا اللون الاحمر. بالاضافه الى انه ايضا يتميز هذا الموقع بظهور اللي احنا بنسميه الطوب الطيني، الطوب المحروق اللي هي العمارة مش بس بالحجارة، كانوا يعملوا طوب وكانوا يبنوا منه هذا الطوب، وهذا كمان قليل، مش مواقع حتى بالعالم قليل تلاقي مواقع لهاي الفترة الزمنية موجود فيها هذا الطوب الطيني. فبدأ كمان ظهوره بهذه الفترة. شو المواد أو هاي يمكن هاي برز طلع معنا بالصور الأشياء اللي لقيتوها في الموقع، يعني من يمكن فخاريات، ما بعرف ايش كان في تمثيل، ايش كان الاشياء اللي أوكي. لقيتوها من خلال اول شيء قبل الصوره اللي قبلها كانت فيها احنا متميز بظهور احنا طبعا اهم شيء بهاي الفتره بيظهر في عندنا بنهتم بظهور الادوات الصوانيه، ادوات صوانيه في تخصصي الادوات الصوانيه الموجوده في الموقع. الادوات الصوانيه متميزه جدا، في حتى قطع عندنا موجوده عندنا بس في موقع تل ابو الصوان مش موجوده في مواقع اخرى، فلذلك سميناها مقاشة جرش.
يعني هاي القطعة اللي هي لقش تستخدم لقشط الجلود، قشط الأخشاب. هاي القطعة متميزة، ظهرت فقط في موقع تل أبو الصوان. في طبعا أدوات أخرى، كل باقي الأدوات الثانية ظهرت في مواقع أخرى، يعني مش إنه لأول مرة. نعم. الشغلة الثانية إنه إحنا بالنسبة للأدوات الصوانية طبعا بتطلع لنا رؤوس سهام، اللي هي لأنه بهاي الفترة كانت مش بس فترة زراعية، أيضا كان فيها مستمر الصيد. نعم. يعني من الفترة اللي قبلها ظلوا مستمر الصيد، لكن كمان بدأت في عنا الفترة الزراعية. نعم. إضافة للقطع اللي هي أدوات الطحن اللي هي كان يستخدمها الإنسان في حياته اليومية، للقمح والدق، يعني أدوات الطحن والدق وكلياتها اللي هي تستخدم عادة للحبوب وهيك شيء موجودة. أكيد لقيتوا أواني فخارية بما أنه كانوا هم بيتميزوا بهذا. صحيح. لقينا للفترة اللي بعديها لقينا بعض الأواني الفخارية اللي بتعود للفترة إحنا نسميها الفترة اليرموكية، اللي هي بداية تصنيع الأدوات الفخارية، لأنه أول موقع تم التعرف فيه على الفخار لهذه الفترة بالقرب من نهر اليرموك، موقع المنحطة، فبالتالي أطلق عليه على مستوى العالم أنه هذا اسمه هذه الفترة، خاصة في مناطق جنوب بلاد الشام بالفترة اليرموكية، فإحنا فعشان هيك هي الفترة نفسها اللي ظهر فيها الفخار. نعم. يعني دكتور يمكن حكينا مبارع عن عملية في أدوات العظمية، إذا بتلاحظي فيها فن في الشغل، عفوا بقطعتك، لا بس إنه بالعكس، لأنه في هاي القطع العظمية استخدمت كمان كأدوات، إذا بتلاحظي إنها مسقولة ومنحوتة بشكل جميل، في بعضها استعملت مقابض للصوان، في بعضها استخدم للحياكة، في بعضها فعندنا في أدوات أيضا عظمية غير الأدوات الصوانية والفخار. يعني إضافة للتماثيل بمواد بدائية قدروا أنهم يصقلوا مثل هاي طبعاً. الأدوات يعني ولاحظ أنه هاي الفترة ما فيها لا معادن ولا إشي، يعني فهم حياتهم أصلاً متركزة على تصنيع الأدوات الصوانية، كل شيء بيعملوه بحياتهم معتمد على تصنيع الأدوات الصوانية والعظمية. الصوان مش يعني إشي يعني قاسي، يعني مادة صلبة، مش صلبة يعني يعني بتحتاج يمكن هلا بالآلات الحديثة ليقدروا انهم يصنعوا مثل طبعا احنا طلاب الجامعة الأردنية احنا بندربهم على تصنيع الأدوات الصوانية او كيف يعملوا شكلوا أدوات صوانية عشان يتعلموا التقنية، يعني يفهم لما يمسك القطعة الصوانية يعرف يأرخها ويعرف يشوف اللي هو التقنية تبعتها كيف تم تصنيعها هذه القطعة، بنلاحظ انه بتاخذ جهد كبير لعمليه التصنيع، وبنفس الوقت حتى ما بتطلع زي ما هي مصنوعه كانت بالفترات القديمه، هي دقه عاليه بالتصنيع كانت. صحيح. على سيره الطلاب وعمليات التنقيب، يعني قديش مجهود بياخذ منكم؟ كيف بتعلمي طلابك دكتوره في عمليه التنقيب؟ كيف احساسكم لما بتقوموا بالتنقيب وبتلاقوا مثل لما لقيتوا مثلا الاثارات بتل ابو صوان؟ يعني احكي لنا عن التفاصيل هيك الخلف الكواليس، خلينا نقول قبل ما تطلع هذه الاثار وتحكي عن تاريخ الدوله. طبعا في سؤال دائما الكل قبل ما نبدا نحكي على الطلاب وهذا، في سؤال دائما بيسالوه الناس وهيك شيء، انه انتم كيف تعرفوا عن الموقع الأثري؟ صحيح. طبعا فإحنا بنعرف عن الموقع الأثري من خلال المسح الأثري، يعني أنا بدور وين في مسح، يعني مثلا بدي أشتغل على فترة عصور ما قبل التاريخ، ببحث بالمراجع على وين في مواقع موجودة بالأردن. طبعا علما أن الأردن تقريبا ممسوحة كلها، عندنا مسوحات أثرية من قديمة من الخمسينات والستينات والسبعينات، نعمل كثير من المسوحات وغطت الأردن، فموجود خرائط وموجود وين مواقع هذه المناطق، لكن طبعا احنا ما بنقدر نحفرها كلها، بنحفرها حسب الحاجة لحفرها. فهذا الموقع لما انا مثلا بدي ادور على موقع لعصور ما قبل التاريخ، انا ساعدني مثلا جزء من يعني بالنسبه لتل ابو الصوان دكتور زيدان كفاف يدلني كيف على الموقع، لانه كان هو واحد من الناس اللي مسحوا الموقع. نعم. فحكى لي عنه، كنت بدور على موقع قريب للطلبه عشان انهم يقدروا يروحوا ويجوا بنفس اليوم على على الموقع، فوجدنا موقع تل ابو الصوان. هلا الطلبه في البدايه هم طبعا هم على مقاعد الدراسه بياخذوا المواد النظريه، طبعا هم بيدرسوا كل شيء لكن بيفهموا مظبوط ايش معنى الاثار وكيف انه اهميتها لما بيدخل الحفريه الاثريه، ببلشوا بالجانب العملي. بيبدا اهتمامه بشكل اكبر كثير لما يدخل الحفرية الأثرية، لما هو يمسك القطعة بإيده، لما هو يدور عليها. فدائما أنا بحكي لهم أنتوا بتحملوا أمانة ثقيلة، لأنه أنتوا بتحملوا
أمانة تراث الأردن، المحافظة على تراث الأردن وحمايته. فأنت ما حدا راح لا أنت اللي بتشتغل على بالموقع وأنت اللي عمالك بتنقب. فإذا أنت ما وثقت كل إشي بتشوفه كتبت عنه وصورته وسجلته تماما زي ما لقيته، معناته أنت يعني هذا الحكي كأنك لا سمح الله خنت الأمانة. فهم كثير بيكونوا حذرين بصراحة. أنا بحب الطلاب، أحب أدرب الطلاب لأنه جزء كبير بحس إنهم كثير بيكونوا دايرين بالهم وخايفين يخربوا أي إشي، وبيسألوا كثير طول الوقت عن أي إشي بيشوفوه يعني. لأنه فهذا الحكي بي يعني الحمد لله بيريحني، لأنه بحسسني قديش هم ماخذين الموضوع بشكل جدي وحاسين بالمسؤولية اللي هم بحاملينها. صحيح 100%. دكتورة، يعني إذا بدنا نحكي عن الآثار بشكل عام، يمكن دائما بنقول يوم جديد بحب الأمور التوعوية، وإحنا جزء من فقرتنا اليوم عم نحكي للأشخاص عن تل أبو صوان وعن العصر اللي كان موجود وقديش إحنا فعلا مهد الحضارات وقديش حضارتنا كتير قديمة. بدنا نحكي بشكل توعوي لكل الأشخاص اللي بيشوفونا، سواء من طلاب سواء من أصحاب صانعين قرار لطلابك، عن هاي الأثر، عن هذا الكنز وهذا الحرز اللي إحنا عنا إياه، اللي إحنا كلنا بنفتخر فيه. طبعا هذا الكنز زي ما حضرتك حكيتي يعني مش موجود إلا تقريبا في منطقتنا. يعني إحنا موجود يعني لهاي الفترات بالذات الفترات القديمة موجودة عنا، بس مش موجودة في مناطق كثيرة من العالم. وحتى لو موجودة في بعض المناطق خاصة في أوروبا وغيرها بتيجي في مراحل بعدينا، يعني حتى زمنيا تيجي بعدين. صحيح. مش بهذا القدم. لا مش بنفس العمر خليني أحكي. فإحنا يعني لما بنحكي كلمة مهد الحضارات إحنا ما بنحكيها كل شيء. إحنا فعلا هون مهد الحضارات، إضافة إلى أنه في كتير ناس ما بتعرف أنه أو ما بتربط بينها حاليا وبين الناس اللي سكنوا في الموقع. عفوا، يمكن المخرج عم بيعرض طلاب وهم عم بيقوموا بعملية التنقيب والحفريات. هون عمالهم في الصورة اللي فوق هم عمالهم بتدربوا على كيف يصنفوا أدوات صوانية وكيف يتعرفوا عليها. في تحتيها اللي هي عمالهم بيقوموا بعملية التنخيل المائي. احنا كل شيء نطلعه داخل أثناء الحفر بنقوم بتنخيله عشان ما نفقد ولا قطعة. فحتى الأشياء المرات بنخاف إنه يعني منطقة بنكون حس إنها حساسة كثير، بناخذ منها عينات التربة كاملة وبنعملها بالمي، بننخلها عشان أي إشي يطلع فيها، كل إشي موجود يطلع عشان ما تفقد ولا أي إشي، ولا أي إشي صح يكون ثمين. معلش قطعناك بالحديث، إذا بتنهي حديثك دكتورة بإيش كنت بتحكيها حتى نختم يمكن بعدك، تفضلي. لا أنا بحكي إنه إحنا يعني لازم نعرف إنه الناس اللي سكنوا بهاي البلد أو بهاي المنطقة هم أجدادنا. فإحنا لازم نحافظ على جذورنا، لأن بسميها دائما آثارنا اللي هي الجذور الأساسية لهاي البلد. ولازم مؤسساتنا تعنى أكثر بقطاع الآثار. يعني صحيح إنه هو قطاع الآثار بيساعد قطاع السياحة على بشكل عام، لكن إحنا لازم نهتم بمواقعنا بشكل علمي. كل ما اهتمينا بمواقعنا بشكل علمي الناس بيحترمونا برا أكثر، بيصير يجينا سواح أكثر. لانه انت لما بيشوفك انت مهتم في مواقعك وفي في الاشياء اللي بدك تحافظ عليها، الناس من برا بدها تحترم هذه الاثار وتحافظ عليها. صحيح. بشكل اكبر. وبعدين حتى اهل المناطق، هاي المناطق الموجود فيها المواقع الاثريه، احنا لازم نفكر في تفعيل تفاعلهم مع المحافظه على هذه المواقع الاثريه، ونشوف كيف انه احنا نربط هذه المواقع بانهم يحصلوا على مردود سياحي في المستقبل. صحيح. لها. وبحب انا طبعا يعني اشكر المؤسسات العلميه خاصه زي الجامعه الاردنيه وادارتها في المحافظه او على في اهتمامها بالطلبة وتأهيلهم لسوق العمل في المستقبل بشكل مهدف. فمثلا زارونا الأستاذ رئيس الجامعة وعمدة كان في دعم أكيد معنوي أو مجلس العمدة زاروا الموقع، فهذا كان له أثر جميل حتى على الطلبة وحسسهم بأهمية الموقع اللي هم بيشتغلوا فيه. صحيح. يعني دكتورة ميسون نهار، يمكن
عم نحكي على الموضوع بشكل علمي واكاديمي، وانت حضرتك بتقومي بمساعده الطلاب كمان بموضوع الاثار، لكن بعرف شغفك وحبك للاثار ايضا. يعني شكرا كثير لوجودك معنا، وشكرا كثير لعلمك اللي عم تنقليه للطلاب. ان شاء الله بتلاقوا العديد والعديد من الاثارات الموجوده بالبلد، وفعلا زي ما تفضلت ان شاء الله رسالتك تكون وصلت للكل، كل يحب هذا المكان ويحافظ عليه حتى يقدر العالم بشكل عام يحترمه ويحبه ايضا. نشكرك دكتورة ميسون نهار، عميد كلية الآثار والسياحة في الجامعة الأردنية، ويعطيكم ألف عافية، وتحياتنا لكل الطلاب أيضا اللي ساعدوكم في موضوع واكتشاف تل أبو صوان في جرش. شكرا لكم، وشكرا على أنه اهتمامكم بتوضيح هذا القطاع وهذا المهم الخاص فينا بتراثنا وبجذورنا، ويريت الناس يهتم مش بس بموقع تل أبو صوان، كل المواقع اللي موجودة عندنا خاصة في فترات عصور ما قبل التاريخ، هي مش فترات مهملة، يعني هي فترات موجودة لازم نحافظ عليها. صحيح، شكرا لك دكتورة. ومشاهدينا فاصل قصير، ومن بعدها نستنوا سمر بفقرتها مع ضيوفها، خليكم معنا لا تروحوا لبعيد.